Before leaving, I'd like to mention some poems. Please. Let me express it in Arabic. في الحياة، خليني أقولها كمان بالعامية، في العديد من المصاعب بجد. حياتي كمحمود وحياتي كإنسان أعمى، خليني أقول أعمى، واجهتني كتير قوي من التحديات في حياتي، ويؤسفني إن أقول إن في تحديات، يعني معظم من ساعة ما اتولدت والتحديات بتبقى أكبر من سني، لكن ده دربني كويس قوي على إن أي مشكلة في الحياة أقدر نتعامل معاها، مش بسهولة بس بقدر أتعامل معاها. والتحديات حتى مستمرة حتى في الـ UC. وأنا اللي عايز أقوله إن ما ينفعش أي حد يستسلم بسهولة. وأنا خطابي في المقام الأول للمكفوفين كان الكلام ده لأي حد، ما ينفعش إن أنت تستسلم في الحياة. و for me it's impossible for me to give up.